أقر مجلس النواب الأردني قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين في خطوة تلبي مطالب شعبية تتردد منذ سنوات. وقرر النواب الأردنيون شمول العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات الضريبية وبعض جرائم المخدرات. لكنهم أقروا عدم شمول القانون قضايا التجسس وأمن الدولة وتشكيل جمعيات بشكل غير نظامي. الأوسع والأشمل في تاريخ المملكة، هكذا وصف نواب أردنيون قانون العفو العام الذي يقر تحت قبة البرلمان. تصويت مجلس النواب على القانون جاء بعد سلسلة طويلة من المناقشات على تفاصيله وبنوده. وجه القانون خلال أسبوعين كان في مدار بحث شديد مع كل الجهات للأمانة، وكان في عنا بحث مستفيض في هذا الموضوع، وتم توسيعه بأشياء عبارة عن كثير. الحكومة أعطت رأيها في هذا القانون، ولكن مجلس النواب توسع في أشياء كثيرة. صدور القانون اليوم ستكون له أهمية في امتصاص التوتر الجماهيري، خاصة وأن آخر عفو أقر قبل 8 سنوات. القانون سيشمل آلاف المحكومين في خطوة قالت الحكومة الأردنية أنها تلبي مطالب شعبية تتردد منذ سنوات. كل إنسان ممكن يتعرض يدخل بهاي المشاكل، وبحس ممكن يساعد في التنفيس. قانون العفو العام هو فادني أنا كمواطن بالنهاية ماديا، شالوا عني مبلغ من المال بيساعدني آخر السنة. ويستثني القانون المدانين بنحو 25 نوعا من أنواع الجرائم، أهمها جرائم الإرهاب والخيانة والقتل العمد والتزوير والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر. وفي المملكة يوجد أكثر من 17,000 سجين يقبعون في السجون وعشرات الآلاف من القضايا المنظورة. العاهل الأردني أكد أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، وجاء لإعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم. لكن القانون بصيغته النيابية كما يرى كثيرون أضر بمصلحة البعض، خاصة في القضايا المالية. ميت جبور، التلفزيون العربي، عمان.